نجي للسلطة اللي هذا اليوم راح تكون في عندي سلطة حمص. تمام. هذه السلطة راح أسويها أيضا بطريقة حلوة وأيضا بسيطة سهلة وسريعة. بيها خيار، هي بغدادية. البغدادية اليوم راح يكون بيها خيار طماطة، راح يكون بيها حمص جزر، يعني سلطة اسمها بغدادية. أي سلطة اسمها بغدادية. بغدادية صرب الحمص باللبلبي. طبعا أنا لازم أجيب لها لبلبي، نعم مو تروحون تجيبوا حمص معلب. لبلبي لازم. يعني تطبخوا بالبيت. أي. فاللبلبي هنا شلون تصير بغدادية إذا مو اللبلبي هنا مثلا، مو بس مالتنا. إذا ما طبخنا نقدر نشتري بألف طاسة بألف من العرب هنا. بيها فلفل أخضر، بيها خل، بيها هناك كزبرة، بيها ملح، بيها كمون يا خلدون، بيها ليمون حامض، بيها جزر راح يكون مبروش، طماطة حبة واحدة بس ما أعرف ليش مقطع إليها، وخيار تقريبا 3 حبات هم ما أعرف ليش مقطع إليها بس إحنا راح نقطعها، وكل هذه المواد أتمنى أن تكتبوها لأنه راح تطلع عندكم سلطة إلا تخبر. يلا نبلش بها. يلا بلش. يلا نبلش يا عيني. نبلش أول شيء بالخيار، قطع الخيار بهذا الشكل وأقطعهم بهذا الشكل. بعدين هيك حلو بهاي الطبخة إنه المكس ما بين السلطة اللي هي تكون السلطة الموسمية. السلطة الموسمية مهمة طبعا، الأشياء اللي بيها العناصر المهمة اللي بيها أول شيء تعطينا قيمة غذائية عالية، تعطينا طاقة، تعطينا حيوية، لذلك إذا أعتمد اعتماد كامل على الخضرة أو الخضار بتكون موجودة وين؟ بتكون موجودة بهذه الطبق أو بهذا الطبق. هنا أنا ممكن إنه أنا أخلي على سبيل المثال حسب الرغبة ممكن إنه أخلي هنا أنا البصل لعشاق البصل. أين أنتم؟ أولهم أخوي. أخوي يعشق شيء اسمه بصل، ما أعرف ليش. راح أبلش أخذ هذه أيضا. اليوم 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 دلع اليوم. هناك التمن نصيت النار عليه ست ممكن؟ أنت نصي معنا حتى يتهدر. شو الدرجة؟ شو أرقام اليمج؟ 8. أي وهذه 9. أي هواي 8 هواي 8 تنزل تصير 6 تمام. وال لا تعال انت خلدون. يلا يلا ناش اسوي هذه هسه هذه مره ثانيه 1 2 3 4 5 6 حلو هذه وهاي 1 2 3 4 5 6 7 8 حلو. هسه احنا بالسيفتي ما راح يشيط التمن. لا. ما راح تشيط الحشوه مسيطرين يعني. اي بالسيفتي يعني. نرجع للفوائد اللي تكون موجوده للصائم. طبعا فوائد مهمه جدا لكم ان يكون عندكم الخيار. الخيار بنسبه مي كلش هوايه انصحكم به، ايضا الطماطه، وايضا هنا ممكن انه اخلي بصل مثلا وياه. لذلك هذا راح يكون طبق انا اسميه يكون متكامل. متكامل كل شيء بيه تقريبا، كل الاشياء اللي بيها. اللي حابين يقطعها ناعم بعد اكثر بالبغداديه بعد بكيفكم يعني. تمام. عندي هنا بصل عدل عفوا جزر مبروش اخلي. راح اخلي هنا حمص اكو بيهم يخلي الحمص دي فوق، هذا راح يكون كيفكم يعني. راح اخذ هنا شرائح من الطماطه. تمام. اخذها هيك، اخذ بعد وحده لخ، قطعه لخ، سكاكين يرادلن ينحط. طبعا صار لي هواي محادن كل هاي يرادلن ينحط. اي والله صار لي هواي. شو اسوي هاي؟ اخليهم هيك. صار لي هواي فتره يعني ما ناسي انه احدهم. طبعا واظن احدهم لازم هم عندي احجار خاصه بهم ولازم احدهم حتى يصير عندك تمام التمام. وراش راح اسوي هنا نفس الموضوع. دل المخرجنا دل، شوف حتى اختصر لك بالوقت. ثرمت لك يا ثرم هيك ثرم ثرم. خلي هيك. راح اخذ فلفل اخضر. فلفل اخضر كل هاي يابا ويقول السكينه راد لها حد. اي والله والله راد لها. هاي انا هسه ذاك مو شيت مصافعي ويا. لاحظ هنا ناخذ هاي هيك، بعدين هي بالتخته هيك، شوفوا هي بالتخته. ايه نقولها هيك وثرمني يا عيني ثرمني ثرمني يا غات ثرمني. خلاص 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 خلاص. هذه ايضا الفلفل الاخضر. هذين وين كان الخاتلات ما ادري وين؟ وين كنتوا خاتلات عيني؟ خلاص
بعد ما اثرم هاي اخر ثرمه لي واعتزل الغرام. راح اخلي هنا خل شويه، راح اخلي كزبره شويه، راح اخلي كمون شويه، هذول مهمين ممكن تخلون شويه ثوم، راح اخلي هنا شويه ملح، بعد شويه ملح الخاطر جيمي. راح السلطه ممكن تخلي ثوم للبغداديه؟ ها ممكن تخلي ثوم هنا؟ اي ثوم بس يكون مهروس يعني. واعصر عليها فوق غصنك يا ليمون. اي فوق غصنك يا ليمون بعد 3 دقائق. حلوين ما طول عدي 3 دقائق، حمزين نبهتني. هاجي اخلي البطاطا، خليها 3 دقائق من 3 دقائق تكون حاره ساخنه فوق غصنك يا ليمون. همين نقلبها؟ نقلبها طبعا مع البطاطا. خلص المي مالتها هو. صارت عندنا الحشوه اللي كملت. اللي انا اريدها. شو راح اسوي هسه انا؟ راح اسوي تمه موجود هنا. راح اجي اخذ من الحشوه جزء. من الحشوه جزء طبعا. يلا يا خلدون يلا. يلا يعني تقدر تشوفه ولا ما تشوفه؟ شويه بعد بعد. تحبي الحشوه هوايه؟ اكيد. اخلي هلقة الثاني وراح شو راح اسوي هنا؟ راح اقلب التمن بيش بالحشوه اللي خليتها حتى ياخذ ايضا الرز النكهه وطعم المطلوبه هنا. هسه شنو؟ هسه هذا برياني خرافي، هذا برياني خرافي. هذا هم تمام التمام. نرجع للسلطه البغدادية. الحلو بيها انه لازم شنو عيني؟ تقلبها بايدك. تقلبها بايدك ما حد يفيدك يا عيني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وينك يا سلام؟ سلم يا سلام سلم. وينك يا سلام؟ وينك؟ ويلي تنصب هيك عيني لا تشمشل ولا اتكيت. ما هذا الاغراء؟ لا تشمشة ولا اتكيت، تتخلى هيك البغدادية عيني وفول سعادة. ايه برزنتيشن ماكو اليوم مخرجنا فول الفول. ها يعني اليوم البغدادية قلبتها بايدك وصبيتها هيك بايدك. أي. أي. ما استخدمت اي تقنية اخرى؟ لا لا ماكو. لا جيمي زعلان علي، ليش ما تاخذ اللقطات يعني؟ ليش ما تتكلوزها فدوى لقلبك؟ زين طبخة ويمك بعد. يلا